وبينضمنا دلوقتي عبر الهاتف استاذ عادل كريم المحلل الرياضي. مساء الخير على حضرتك. أنا بتأخير زي كشي. منورنا أكيد في كلام في الميديا على قناة النادي الأهلي، وطبعا الناس كلها بتتكلم من امبارح للنهاردة على إنجاز محمد صلاح، تسجيله لخمسين هدف، وطبعا هو أصبح أول لاعب مصري وعربي بيوصل للرقم ده في البريمير ليج. خلينا نتكلم في البداية عن محمد صلاح. أكيد طبعا هو صلاح كمان مش بس أول لاعب عربي وأفريقي يوصل للرقم ده بالسرعة دي، يعني إنما هو كمان تاني لاعب في تاريخ ليفربول يوصل للرقم ده بنفس الرقم مع فرناندو توريس، 50 هدف في 72 مباراة، وما بيفرقش عنه يمكن غير ألان شيرر وجونس دروي، يعني هو ثالث أحسن لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يوصل، أو ثالث أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يوصل للرقم 50 هدف. هو كان ساكن هدفين مع تشيلسي و48 مع ليفربول، طبعا ارقام كلها مميزه جدا وكلها بتاكد ان صلاح مش الموسم اللي فات ما كانش طفره ولا حاجه ولا وان سيزون هو مجرد موسم واحد زي ما البعض قال، لا بالعكس هو فعلا صلاح دلوقتي احد افضل لاعبي العالم ويستحق فعلا المكان اللي هو وصل لها. صحيح. طيب انا عايز اسال حضرتك على حاجه دلوقتي، طبعا اكيد كل المصريين ما يهمهمش اكتر من ان محمد صلاح يفوز بجائزه الفيفا كافضل لاعب في 2019، وعارفين ان احنا هو قدامه ثلاث تحديات لازم يجتازهم عشان يقدر ان هو يفوز اللقب ده ويحرز اللقب ده في العام الحالي، يمكن اولهم البريمير ليج وفوز ليفربول بالبريمير ليج في الموسم الحالي، اكيد كمان تشامبيونز ليج، وبرده فوز مصر او قيادته لمنتخب مصر في افريقيا 2019. خلينا نبتدي معاك مع البريمير ليج وحظوظ كمان ليفربول بالفوز بالبريمير ليج في الموسم الحالي. اكيد طبعا، ويمكن كمان في نقطه مهمه جدا ان ليفربول ما فازش بالبريمير ليج من سنه 90، يعني صحيح. من 29 سنه وجود صلاح وليفربول الموسم اللي فات عمل موسم كويس جدا، ووصول الفاينل تشامبيونز ليج، السنه دي الفريق بيتصدر الدوري بعد 23 جوله، يعني فاضل 15 جوله على نهايه الدوري، فارق اربع نقاط عن مانشستر سيتي، وطبعا كان سبع نقاط لغايه ما سيتي كسب ليفربول في المباراه اللي كانت من ثلاث اسابيع، لكن تصدر ليفربول للدوري لغايه دلوقتي، الارقام اللي ليفربول عملها اللي هي تعتبر الارقام الافضل في تاريخ ليفربول منذ بدايه البريمير ليج، كل ده بيدي امل كبير جدا لجماهير ليفربول ان الفريق يتوج بالدوري السنه دي. ليفربول ما قدرش ولا نقطه امام فرق من خارج التوب 6 او الفرق الكبيره في الدوري، ما خسرش غير مباراه واحده بس قدام مان سيتي، فاعتقد الجولات اللي جايه هتبقى حاسمه جدا ومهمه جدا. يمكن الحاجه اللي هتكون في صالح ليفربول ان الفريق عنده راحه 11 يوم الفترة اللي جايه، لان الاسبوع الجاي في كاس الاتحاد الانجليزي ليفربول خرج من البطوله، فيمكن الفريق داخل معسكر في دبي لمده 9 ايام. يورجن كلوب شايف ان ده حقيقي كويس جدا وتدي زي ريفرشمنت او انتعاش للفريق في الفتره اللي جايه. اعتقد الجولات اللي جايه لغايه نهايه فبراير لغايه ما الشامبيونز ليج يرجع تاني هتبقى مهمه جدا، لو ليفربول ما قدرش فيها نقط خاصه ان سيتي هيخش اختبارين صعبين ورا بعض قدام ارسنال وقدام تشيلسي، اعتقد دي هتفرق كتير قوي في مسيره ليفربول نحو لقب الدوري السنه دي ان شاء الله. طيب بالنسبه للشامبيونز ليج، الشامبيونز ليج طبعا ليفربول كان اتعرض لموقف صعب في المجموعه لما خسر من باريس سان جيرمان وخسر من ريد ستار، فكان الموقف صعب جدا قدام نابولي في المباراه الاخيره، لكن صلاح برضه هو اللي حسم التاهل، يمكن هو اللي سجل هدف بوست مرمى نابولي. صحيح. ليفربول هيبقى عنده مواجهه قويه جدا مع بايرن ميونخ في دور ال 16. اكيد. هيبقى الفتره المرحله الجايه الذهاب هيبقى في انفيلد والعوده هتبقى في ميونخ، ماتش صعب جدا وقوي جدا. لكن اعتقد بالمستويات اللي بيقدمها ليفربول وبايرن ميونخ يمكن مش في افضل حالاته السنه دي مع المدير الفني نيكو كوفيتش، فيمكن بالمستويات اللي ليفربول بيقدمها اعتقد ان في فرصه جيده عند الفريق ان هو يواصل مشواره كمان في الشامبيونز ليج، وزي ما انت قلتي بالظبط ده يمكن هياثر وهيفرق كتير قوي. أكيد. مع صلاح في الجوائز اللي هو بيلعب عليها. يمكن مش اي جوائز برضو احنا مستنيينها لمحمد صلاح، احنا اكيد بنتمنى له الفوز بجائزه افضل لاعب في العام عن عام 2019. يمكن برضو في تحدي اخر وهو اكيد بطوله افريقيا وقياده محمد صلاح اللي اكيد بنعتمد عليه بشكل كبير جدا ان هو ياخد منتخبنا للفوز بهذا اللقب في العام الحالي. طبعا اكيد، لان صلاح يمكن هو اللاعب الافضل في افريقيا سنتين على التوالي، وهو المرشح بقوه جدا رغم ان احنا لسه بدايه السنه، لكن هو المرشح الابرز ان هو يحتفظ باللقب ده للسنه الثالثه على التوالي. اكيد بطوله كاس الامم الافريقيه هي اهم بطوله في القاره السنه دي، فكره ان البطوله تقام في مصر ده بيدينا يعني افضليه اكتر، وان يعني ميزه افضل ان البطوله تلعب في ملاعبنا ووسط جمهورنا.
صلاح دلوقتي زي ما كنا بنتكلم ان هو من اهم مش لعيبه افريقيا بس، هو من اهم لعيبه العالم، اكيد العين كلها هتبقى عليه في البطوله دي، وان شاء الله باذن الله يعني يا رب ان شاء الله تبقى لقب ثاني كده لمصر في كاس الامم الافريقيه وتالق معتاد لنجمنا محمد صلاح ان شاء الله في البطوله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا استاذ عادل كريم المحلل الرياضي، ونرجع تاني نكمل معاكم اخبارنا العالميه، وبنوصل لموقع